Bismillahirrahmanirrahim. İlâ ebnâi şa'bina l-Irâkîl azîm. Tahiyyete eclâlin ve ekbâr. Likulli l-Irâkîn l-gayâra. Assâmedîn s-sâberîn. Risâleti İlâ ebnâi şa'bina l-Irâkî. Havle mâ cerâ hâzel yevmel erbi'â. مما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول قصف تركي باتجاه إحدى مصائب محافظة توك في العراق. نحب أن نوضح الأمور كما ينبغي لها أن تكون. أولا، إنما جرى هذا اليوم من قصف على إحدى مصائب محافظة هوك لا يمت بأي صلة إلى القوات التركية، والدليل أيها العراقيون يجب أن تركزوا وتتفكروا فيما نقول. إن الاجتماع الثلاثي الذي حصل في طهران بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني والرئيس التركي كانت مخرجاته حول الوضع السوري، والكل يعلم ذلك. ولكن عندما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المرشد الأعلى علي خامنئي، طلب منه علي خامنئي بعدم القيام بأي عملية عسكرية باتجاه سوريا، لأن ذلك سيعد خطرا على المنطقة. ولأجل هذا وذاك، عندما رفض الرئيس التركي هذا الكلام وكان لابد له أن يخطرهم بأنه لابد من هذه العملية العسكرية التي تحفظ الأمن القومي التركي، ومن حقه كرئيس دولة يدافع عن الأمن القومي التركي، يدافع عن دولته، قامت ما يسمى بحزب العمال البككة وميليشيات إيران العميلة في العراق بقصف هذا المصيف في محافظة دهوك لنسبه إلى القوات التركية، وذلك لسببين: الأول، لرفض الرئيس التركي الاستجابة إلى ما طلبه ما يسمى بالمرشد الأعلى علي خامنئي، وثانيا للفت الأنظار عن التسريبات الصوتية التي صدرت عن المجرم نور المالكي. هذه الوقائع يجب أن تتحقق منها كافة شرائح المجتمع العراقي بكل منظماته وبكل أطيافه. ولذلك نطلب الآن، نطالب المجتمع الدولي بالتدخل في هذه القضية والتحقيق العاجل وإظهار الحق. من هي الجهة التي قامت بهذا القصف؟ وهنالك أقمار صناعية وكاميرات ترصد هذا الموقف، وباستطاعة المجتمع الدولي من خلال لجان التحقيقية أن تقوم برصد الموقف وإصدار القرارات التي تحق الحق. نحن لسنا ندافع عن الحكومة التركية أبدا، نحن لا نسمح بأي اعتداء على العراق من أي جهة كانت، سواء تركيا أو إيران أو الكويت أو السعودية أو أي جهة كانت، ولكننا
نريد إظهار الحقائق كما هي وكما ينبغي لها أن تكون. نحن نعلم أن الحشود التي جاءت إلى السفارة التركية في بغداد هي بدعم إيراني، ومن يقوم بها هم من الموالون للنظام الإيراني المجرم الذي أباح دماء العراقيين وأباح الحرمات واستباح كل ما هو جميل في العراق. أيها الشعب العراقي العظيم، أناشدكم بأن لا تنجروا وراء الفتنة، وأن لا تنطلي عليكم هذه المؤامرات التي يقوم بها الفرس المجوس. من يقرأ التاريخ يعلم جيدا أن الفرس المجوس منذ آلاف السنين يكيدون المؤامرات للعراق والعراقيين وللعرب والمسلمين كافة. فتبينوا من الأمر، فإذا جاءكم فاسق بنبل فتبينوا كي لا تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نحن نطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع والعاجل في التحقيق في هذه القضية والكشف عن ملابساتها ومن قام بهذا العمل المشين تجاه أبناء شعبنا الأبرياء. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. ونتمنى من أبناء شعبنا العراقي العظيم أن لا يلفت انتباهه بهذه القضايا، عليه أن يركز من يتآمر عليه سواء كان المالكي أو الفرس المجوس بالتعاون معهم. عليهم أن يركزوا على التسريبات الصوتية للمجرم نور المالكي لكي يحق الحق ويخلص العراق من كل المجرمين والخونة والعملاء. أخوكم الشيخ علي الفارس الدليمي، الأمين العام للمجلس المركزي لشيوخ عشائر العراق، عضو المجلس الوطني للمعارضة العراقية. تحياتي لكم جميعا.